السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا الدراري غنلعبوا الحلقه الثامنه مهنه لاعب في الدوري المغربي مع الرجاء البيضاوي. اذا الخوت نحاولوا نكملوا المشوار ديالنا في الدوري المغربي مع الرجاء، نحاولوا الخوت نزيدوا بالفريق ديالنا فيكون عندنا مواجهات قويه اللي غتكون في دوري الابطال نصف النهائي، مباراه اللي غتجمعنا الخوت مع الجيش الملكي. فغنحاولوا الدراري نساعدوا الفريق ديالنا في الدوري وفي دوري الابطال وفي كاس العرش كذلك باش نخدموا الموسم ديالنا في الدوري المغربي. فبلا ما نحرق عليكم مراحل اكثر، اللي مازال ما اشترك يشترك معنا وخليو معكم شي لايك باش تقترح هذا الفيديو هذا، وخليونا ندخلوا مباشره الفيديو ديالنا. لكن قبل ما نبداو الدراري غنطلعوا التعليق ديالكم عندنا. اول ديديكاس لحمزه من طنجه، ديديكاس لك، وهنا ديديكاس لياسين من فاس، ديديكاس لك في التعليق هذا، وديديكاس لناس مكناس، ديديكاس لكم كذلك في التعليق، وديديكاس هنا لناس طنجه سيف الدين، ديديكاس لك. واي واحد الخوت بغى يطلع يخلي لي تعليق ديالو، ففي كل فيديو كنطلع ستة تعليق، فمرحبا بالكل. اذا كما كتشوفوا الخوت كنا اخر مباراه اللي جمعتنا مع الدفاع الحسني الجديدي فتغلبنا عليهم بواحد لصفر. دابا غنمشيو ديريكت هنا لاحصائيات اللاعب، كما كتشوفوا ماركين 20 هدف 36 مباراة و11 لا اسيست الدراري، 7.1 تصنيف المتوسط و80 في الطاقة باقي كما هي الدراري. إذا دابا غنخرجوا مباشرة ونشوفوا الترتيب ديال الدوري المغربي هكا. إذا كما كتشوفوا الوداد هي اللي متصدرة 66 نقطة، وكذلك الرجاء 66 نقطة، الفرق الأهداف فقط، فبقات الوداد في الصدارة. أما الجيش الملكي فهي في المركز الثالث 58 نقطة. دابا غنمشيو ديك الخوت هكا لجدول المباريات. اذا غنفتتحوا هذه الحلقه هذه ان شاء الله الخوت المباراه اللي غتكون مباراه ديال الذهاب في نصف النهائي ديال دوري الابطال مع الجيش الملكي، وكذلك الجوله 25 مع اتحاد الدورقه في الدوري المغربي، وعندنا كذلك الجوله 26 مع الجيش الملكي كذلك في الدوري المغربي، وعندنا كذلك الخوت هنا المباراه ديال العوده في نصف النهائي ديال دوري الابطال مع الجيش الملكي دوري الابطال، واخر مباراه اللي غنختموا بها الجوله 27 مع الفتح الرباطي في الدوري المغربي. فدابا حاليا الخطة نتوجه مباشرة نشوف واش لاعبين هاد المباراة هادي. إذا إلى رسائل، إذا ستبدأ المباراة بمركز لاعب وسط مهاجم غنلعبو أساسيين في هاد الماتش هذا اللي غيجمعنا مع الجيش الملكي. إذا إلى المباراة، إذا الجيش الملكي الرجاء مباراة الذهاب من دوري الأبطال النصف النهائي، ما علينا إلا نديرو ركلة البداية. جهة الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، اليوم تلعب مباراة الذهاب اللي ستكون بحسابات كثيرة وكبيرة وضغوطات أكبر بالتأكيد. الجميع يترقب ما يمكن أن يحدث في مباراة اليوم. اذا الخوت هنا البدايه كما كتشوفوا الجيش الملكي، نحاولوا الخوت هنا نجيبوا الانتصار لمالا من اراضي الدراري ديال الجيش الملكي، نجيبوا الخوت ثلاثه النقاط لمالا. اذا هنا كره للجيش الملكي يحاول تقطع، هنا هجمه رجاويه الدراري من البدايه، نحاولوا نطلبوا الكره هنا في الوسط. يلا هنا كيوصل لي هذه الكره هذه، نحاول الخوت نبر، عندي المساحه هنا ندوز لاعب لكن بعيد هذه الكره هذه وكتخرج الركنيه الرجاء. إذا هنا الكرة رجاوية الدراري، نحاولوا نضغطوا كما كتشوفوا هجمة علينا الجيش الملكي الرأسية، وهنا الخط مرت على الجيدة، هنا الدراري هجمة رجاوية كما كتشوفوا النتيجة مازال 0-0، وصلنا دقيقة 36، طلب كرة الدراري لكن الخط ما لحقش الكرة هذه وكترجع لحارس الجيش الملكي. يلا كما كتشوفوا الخط النتيجة مازال 0-0، هنا التعادل هو اللي كيحسم هذه المباراة هذه، نحاول نطلب كرة الخط هنا في الوسط، يلا نحاول نسدد، هدف عالمي هذا الهدف هذا الدراري. إذا 1-0 كما كتشوفوا هنا الرجاء تمكنت باش ماركي الهدف ديالي الأول هنا في نصف النهائي ديال دوري الأبطال في مباراة الذهاب اللي جمعتنا مع الجيش الملكي، وهنا صورة تذكارية اللاعب. إذا هذا هو الهدف، هدف ولا أروع الخط في الشباك ديال الجيش الملكي. إذا هدف الدراري من عالم آخر، أنا الدراري عندنا الهربة كما كتشوفوا، نحاولوا رفع هذه الكرة هذه، يلا تمركز يوسف بن جديدة لكن مرت عليها الكرة هذه وضاعت. مبقاو الواد الدراري صلى الماتش كما كتشوف مازال غالبين بواحد لصفر، وهنا الكره كتقطع كترجع رجاويه، يلا نحاولوا نطلبوا باس، صلى الماتش الدراري على اثر النتيجه هذه 1-0، جبنا الانتصار من خارج الديار في الاراضي ديال الجيش الملكي. اذا الخوت كما كتشوف رجع عندي 21 هدف 37 مباراه مع الرجاء، الطاقه مازال 80. دابا الخوت يكون عندنا مباراه هنا مع اتحاد تورقه الجوله 25 من الدوري المغربي. اول حاجه غنمشيو ديريكت الرسائل، اذا اللاعبين الاساسيين في هذا الماتش هذا ما علينا الا توجهوا المباراه ديالنا مباشره. شوف اذا الرجاء اتحاد تورقه الجوله 25 من الدوري المغربي، ما علينا الا نديروا ركله البيت. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه،
لأن الأجواء رائعة بشكل عام. إذن الخوت هنا البداية رجاوية كما كتشوفوا لاعبين على أرضية الملعب ديالنا مع اتحاد تورقة نحاولوا نجيبوا ثلاثة نقاط ما خصنا نضيعوا الدراري حتى ثلاثة نقاط وتبقى الدراري هكا باش نتنافسوا على الصدارة ونتنافسوا على الدوري المغربي كما كتشوفوا الوداد والرجاء عندهم نفس النقاط هنا التسديدة لكن الحارس ديال اتحاد تورقة كيخرج هذه الكرة هذه وضاعت وصلنا دقيقة 50 الدراري مازال النتيجة 0-0 وهنا هجمة رجاوية يلا نحاول الدراري نطلبوا كرة هنا كتوصل رأسية لإحتراف والهدف الأول 1-0 الدراري هذا الهدف هذا اللي خرجنا بالضبط لأن الدراري كود نتيجة 0-0 هنا الرأسية ديال الحدراف كتقدم الرجعة للتورقة أن الدراري كرة لتورقة لكن كنقطع الكرة هذه نحاول نطلقوا باس يلا نطلعوا هجمة يلا إحتراف مرة أخرى باس نطلقوا هنا كرة الدراري يلا نحاولوا نمروا مرة أخرى ونطلبوا كرة يلا سدد لكن الحارس الدراري كيمنع هذا الهدف هذا وكتضيع كترجع رجاوية مازال تلقط هنا هجمة يلا مرة أخرى مازال يلا نطلبوا كرة الدراري في الوسط نطلبوا كرة ما كتوصلش مرة أخرى يلا نحاول نرتقي الرأسية لكن الدراري ما لحقش هذه الكرة هذه وكترجع مرة أخرى لكن الدفاع ديال التورقة كيخرج هذه الكرة هذه مناطق ما بقى الدراري صال الماتش هنا نحاولوا الدراري نرجعوا ونساعدوا الفريق ديالنا باش تبقى لنا ثلاثة نقط يلا نطلبوا كرة طويلة هكا لاستقبال وصال الماتش كما كتشوفوا النتيجة ديال 1-0 ثلاثة نقاط الدراري اللي جبناها مع التورقة في الجولة 25 من الدوري المغربي إذا كما كتشوفوا الوداد مازال تدري في المركز الأول 69 نقطة والرجاء كذلك 69 نقطة الفرق ديال الأهداف فقط الدراري على الصدارة ديال الدوري المغربي إذا الخط كما كتشوفوا مازال عندنا 21 هدف في 38 مباراة دابا الخط عندنا مباراة مع الجيش الملك إذا الجيش الملكي الرجاء الجولة 26 من الدوري المغربي لاعبين خارج الديار ما علينا إلا نديرو ركلة البداية الليلة صافية رايعة جو كورة جو كورة يا جماعة لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة إذا خرجت هنا لانطلاقة ديال المباراة كلاسيكو آخر في الدوري المغربي هذه المرة هذه الجيش الملكي اللي جمعنا معه مباراة الدراري في دوري الأبطال وكذلك في الدوري المغربي ما خصناش الدراري نزقلوا هذه المباراة هذه نحاولوا نجيبوا ثلاثة نقط يلا هنا هجمة رجاوية يلا نحاولوا الدراري نسبقوا الأهداف لما لا نطلقوا الباس هنا لحدرف يلا حدرف حاول ترجع هذه الكرة هذه يلا نسدد لكن سهلة الحارس الدراري كيجيب هذه الكرة هذه وضاعت هنا كرة الدراري رجاوية كما كتشوفوا لكن الجيش الملكي كيقطع مرة أخرى نحاول نطلق الباص هنا يلا سدد يوسف بن جديدة كيضيع هذه الكرة هذه وضاعت على رجمة رجاوية الدراري كما كتشوفوا مرة أخرى نحاول نطلب الكرة لكن الدفاع ديال الجيش الملكي كيزول هذه الكرة هذه الضغط الخوت كنحيد هذه الكرة سدد والهدف الأول هدف ولا أروع تمكنت باش ماركي الهدف الأول ديالي الدراري هنا كما كتشوفوا في الدقيقة 50 وقدمت الرجاء إذا الدراري ما بقاولو صلاة الماتش هنا كما كتشوفوا غالبين بواحد الصفر ثلاثة النقاط اللي جاية في الطريق إذا كما كتشوفوا هنا الدراري كرة للجيش الملكي نحاولو نقطعو كرة مرة أخرى نطلق باص هنا يلا كرة طويلة هنا لكن صلاة الماتش على إثر النتيجة هذي 1-0 ثلاثة نقاط جديدة مرة أخرى في الدوري المغربي على الجيش الملكي إذا الخط بالنسبة للترتيب الوداد مازالت هي 72 نقطة وكذلك الرجاء 72 نقطة الفرق ديال الأهداف فقط على الصدارة ديال الدوري المغربي إذا رجع لنا الدراري 22 هدف 39 مباراة 11 الأسيست دابا الخط يكون عندنا مباراة مع الجيش الملكي كذلك في دوري الأبطال إذا رجع الجيش الملكي مباراة العودة في دوري الأبطال في نصف النهائي ما علينا إلا نديرو ركلة البداية إذا الخوت هنا البداية ديال المباراة العودة الدراري الجيش الملكي والرجاء في نصف النهائي ديال دوري الأبطال إلا غلبنا هذا الماتش هذا ولا جبنا تعادل غنتأهلوا مباشرة للنهائي ديال دوري الأبطال إذا هنا كرة الدراري رجاوية نحاول نطلقوا باس يلا لكن سهلة الدراري الحارس وكترجع الكرة هذه الحارس الجيش الملكي يلا هنا كرة رجاوية الدراري كما كتشوفوا هنا هجمة للرجاء سدد مرة أخرى مازالت الدراري عندنا المساحة لكن الدفاع ديال الجيش الملكي سدد مرة أخرى جبدها الحارس الخوت هذه الكرة هذه اللي كانت غادا الشبكة وضعت يلا نحاولوا نجيبوا الهدف الدراري ونقدموا الفريق ديالنا يلا مره اخرى هنا كره رجاويه باس كتوصل لنا لكن الدفاع ديال الجيش الملكي كيخرج هذه الكره هذه وضاعت هنا هجمه رجاويه الدراري وصلنا دقيقه 80 كما كتشوفوا النتيجه مازال 0-0 هنا باس يلا سدد حط في الشبكه والهدف الاول الرجاء واحد الدراري على الفار الجيش الملكي اذا 1-0 هنا سفيان بن جديده هو اللي كيمركي هذا الهدف هذا ما بقى الدراري صار الماتش نحاولوا نرجعوا نساعدوا الفريق ديالنا في الدفاع
هنا خطأ للجيش الملكي مرة أخرى. يلا واحد يخرج كرة، لا زالت هنا الدراري يحيد الكرة الدراري كما كتشوف هنا الحارس خارج من الشبكة، نحاولوا نسدوا لكن كيصالي الماتش بهذه النتيجة هذه 1-0. إذا تأهلنا رسميا النهائي ديال دوري الأبطال والجيش الملكي كتودع هذه البطولة هذه إذا الرجاء مباشرة النهائي. كما كتشوفوا الإحصائيات فقط عندنا 22 هدف في 40 مباراة و80 في الطاقم. دابا الخطة يكون عندنا مباراة مع الفتح الرباطي في الدوري المغربي. إذا الرجاء الفتح الرباطي الجولة 27 من الدوري المغربي، ما علينا إلا نديروا ركلة البداية. إذا ناخذ هنا البداية الرجاوية كما كتشوفوا لاعبين في الظهير ديالنا الدراري مع الفاتح، نحاولوا نجيبوا ثلاثة نقاط ما نعيد ضيعوا الدراري حتى نقطة بأي جولة باش ننافسوا الدراري على الدوري المغربي مع الوداد. إذا كما كتشوفوا هنا كرة طويلة لكن سهلة للحارس وضاعت على الرجاء. الدراري كرة للفاتح، نحاولوا الدراري نزولوا هذه الكرة هذه. يلا خرج كرة، نحاولوا نخرجوا كرة الدراري مناطق الدفاع نطلقوا باص هنا مع يوسف بن جديدة. مرة أخرى لا زالت الدراري طلعة هذه للرجاء. يلا نحاولوا الدراري نشدوا بوز ديالنا هكا ونطلبوا كرة. يلا مرة أخرى، يلا حاول تخرج كرة لكن دفاع مرة أخرى ديال الفتح وكيحيد هذه الكرة هذه وضاعت. يلا خصنا الدراري نقلبوا على الهدف، باص هنا مرة أخرى حدري فانا باص، نحاولوا الدراري مع بن جديدة. يلا سدد لك الحارس الدراري كيخرج هذه الكرة هذه وضاعت على الرجاء. هنا الدراري هجمة رجاوية مرة أخرى لكن نحاول نشد هذه الكرة هذه الدراري هكا ونطلق باص. ندخل في مناطق العمق مرة أخرى ونطلب كرة. يلا باص، حاول تسدد في الشبكة والهدف الأول الدراري أخيرا تمكننا باش نجيبوا هذا الهدف هذا. إذا 1-0 الرجاء، هنا حمزة المجاهد هو اللي كيماركي هذا الهدف هذا. إذا تقدم رجاوي على الفتح الرباطي. إذا الدراري مابقاولو يسرى الماتش، نحاولوا نرجعوا ندافعوا مع الفريق ديالنا كما كتشوفوا هنا مازال 1-0 لماتش الدراري كاملين صعابين في الدوري المغربي. صعيبة الخط باش تبقى في المنافسة على الدوري. إذا هنا كما كتشوفوا هنا هجمة للفاتح، نحاولوا نخرجوا هذه الكرة هذه. يلا الضغط باس كما كتشوفوا نحيدنا الكرة هذه الدراري نطلعوا الكرة. صال الماتش كما كتشوفوا على إثر النتيجة هذه 1-0، ثلاثة نقاط جديدة للرجاء أثمر هذه على الفاتح الرباطي. إذا الدراري كما كتشوفوا الوداد 75 نقطة، الرجاء 75 نقطة، هما اللي متصدرين الدوري المغربي، والجيش الملكي 61 نقطة الدراري. إذا بقات عندنا الدراري 22 هدف، 12 لصناعة الأهداف، 41 مشاركة، 7.1 تصنيف، و80 في الطاقة بقات كما هي. إذا الدراري دابا غيكون عندنا نهائي ديال كأس العرش وكذلك مع الجيش الملكي، لكن غنلعبوا في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فغيكون الدراري الختام إن شاء الله في الحلقة المقبلة. فإلا لقيت دعم الدراري على الحلقة هذه نحاول نحط لكم الحلقة 9 في أقرب وقت ممكن. فشكرا لكم على المشاهدة، طلعوا.